حياكم الله مشاهدينا. يمكن معظم الحديث اللي يدور في السلطنة وأيضا في البرامج في وسائل الإعلام أيضا بين الناس عن أمراض الدم الوراثية، ولكن قليل الحديث عن أمراض الأعصاب الوراثية. راح نتعرف على هذه الأمراض وأيضا كيفية علاجها، انتشارها يمكن أيضا في السلطنة، من خلال حديثنا مع الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة المجتمعية والوراثة الجزيئية بالمركز الوطني للصحة الوراثية. مساك الله بالخير معنا دكتور مسلم. مساء النور اخت عايدة، ومسي على السادة المشاهدين. حياك الله. اذا احنا من خلال حديثنا مع الدكتور مسلم راح نتكلم عن عيادة تم افتتاحها مؤخرا في السلطنة، وهي عيادة امراض الاعصاب الوراثية. وطبعا هذه العيادة هي تابعة للمركز الوطني للصحة الوراثية. بدأت هذه العيادة مؤخرا بمعاينة بعض الحالات المصابة ببعض الأمراض الوراثية. راح نعرف أكثر عن طبعا هذه الأمراض وهذه العيادة بالذات اللي تم تدشينها وافتتاحها مؤخرا من خلال ضيفنا الدكتور مسلم. إذا أمراض الأعصاب الوراثية، مثل ما قلت، يمكن الشيء الشائع هو أمراض الدم الوراثية. قليل ما نسمع عن أمراض الأعصاب الوراثية، نتعرف عليها أكثر دكتور. طيب بداية أوجه الشكر الجزيل لكم والتغطية الإعلامية المتميزة حقيقة اللي تساعدنا كثير في موضوع التوعية والتثقيف اللي يشكل نسبة كبيرة من البرامج العلاجية أنا أسميها. الأمراض الوراثية خبت منحة متميز أو العناية بالأمراض الوراثية من قبل وزارة الصحة. توج هذا المنحة بتدشين أو إنشاء المركز الوطني للصحة الوراثية. المركز الوطني للصحة الوراثية يعنى بتشخيص الأمراض العضوية ذات المسببات الوراثية، ومن ثم وضع برامج أو جداول علاجية طبعا على 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 مدى المستقبل القريب ضمن خطط زمنية موضوعة. نعم. احنا حاليا في المركز الوطني للصحة الوراثية عندنا اكثر من نشاط او اكثر من عيادة متخصصة. عندنا عيادة متلازمة داون، وعندنا عيادة امراض التشوهات الخلقية، ودشنت مؤخرا عيادة امراض الاعصاب الوراثية. امراض الاعصاب الوراثية بدينا بمرض هو يعتبر من الامراض النادرة حقيقة، ولكن يوجد عدد كبير من الاسر المصابة به، وهو داء الهنتنجتون. و تم الأمر بالتعاون مع مركز الأعصاب الوراثية النادرة بالجمهورية الإيطالية، وتم زيارة البروفيسور سكوتيري للمركز، وبدينا في تدشين العيادة عن طريق معاينة هذه الحالات، إجراء التشخيص لبعض الحالات، وإعطاء عملية الإرشاد الوراثي للحالات الأخرى، ومن ثم وضع العلاج الذي يتعامل مع الأعراض. مثل ما تعرفي لا يمكن لا يوجد علاج ليشيل المرض الوراثي من جذوره طبعا، ولكن عملية الإرشاد الوراثي ممكن تخف أو تقلل من معدل تنامي الإصابة بين أفراد الأسرة أولا. صحيح. وثانيا إعطاء الأدوية اللي تهدي من أو تخفف من الأعراض للارتقاء بجودة الحياة لدى الفرد المصاب. طبعا إنشاء عيادة أمراض الأعصاب الوراثية هي خطوة لإنشاء عيادات أخرى تخصصية. يعني احنا في طور بإذن الله لتفعيل عيادة أمراض القلب الوراثية أو أمراض القلب ذات المسببات الوراثية عن طريق تشخيص العائلات المصابة بنوعية محددة من الأمراض، تحديد الجين المصاب، إعطاء الإرشاد الوراثي للعائلة، ومن ثم العمل والهدف الرئيسي هو هدف الوقاية من تراي معدل الإصابة. راح ننتقل بعدها للأمراض السرطانية ذات المسببات الوراثية من ناحية التشخيص ومن ناحية تحديد العلاج المناسب من غير المناسب وهكذا. نعم، يعني ما شاء الله جهود كبيرة تقومون بها، ولكن يعني حديثنا حول هذه العيادة بالذات، عيادة أمراض الأعصاب الوراثية، يعني أنت ذكرت أن تم الكشف عن حالات بإصابة بالإصابة بمرض الهنتنجتون. داء الهنتنجتون، نعم. أيوة. أي. إنزين، كم عدد الحالات اللي موجودة، أو يعني هل أن الحالات اللي موجودة في السلطنة كانت تستدعي أن تفتح عيادة لهذه الأمراض دكتور؟ بلا شك، بلا شك. بالنسبة عامة يعني عدد الحالات المصابة من 8 إلى 10 حالات لكل 100 ألف حالة. نتوقع في السلطنة أن يكون تقريبا من 150 إلى 300 حالة مصابة. إحنا في المركز في الزيارة الأولى للبروفيسور عايننا 25 حالة من أسرة واحدة. من أسرة واحدة. من أسرة واحدة، نعم. وبدينا نطلع أكثر على يعني تنامي الإصابة بهذا المرض. حقيقة ما يميز مرض الهنتنجتون أن يولد الإنسان بالعطب الجيني المصاب فيه، لكن لا تظهر عليه الأعراض إلا في عمر متوسط، يعني من 35 سنة فما فوق.
ولكن هذا لا يمنع ان 7% من الحالات ممكن تظهر باقل من 21. وانا بنفسي اطلعت على طفل مصاب بداء الهانتينغتون. داء الهانتينغتون حقيقة هو تبدأ الأعراض يعني بما يسمى بالحركات اللا إرادية. يعجز الإنسان عن التحكم في حركات اللا إرادية ثم يصاب ما يعني يسمى مثل إيش دكتور خبرنا كده. يعني الحركات الإرادية مثلا بداية تظهر الأعراض في العمر 35 سنة عن طريق الحركات المفاجئة، يعني مثلا أطراف إيد التحرك بشكل مفاجئ، ما يسمى بالجيركي موفمنتس. نعم. عدم الاتزان، ممكن يعني وهو يمشي كذا ممكن يسقط على الأرض. ويبدا بعدين التاثير السلوكي، يعني او ما يسمى بالسايكاتريك امبريشن، اللي هو يبدا يفكر حتى في الاكتئاب، وتبدا تزيد معاه الافكار والوساوس او ما يسمى بالوسواس القهري. ومن ثم حتى قدراته الفكريه والذهنيه تقل لدرجه ان يصاب بالخرف المبكر. طبعا هذه الاعراض تعتمد على المسبب الجيني اللي فيه. احنا تم تحديد طبعا جين الهانتينغتون يسمونه، اللي هو مسبب للهانتينغتون. أيوة. وهذا الجين الطفره اللي فيه يعني تتزايد نوعيه معينه من قواعد الدي ان اي فيه، بحيث يصبح طوله اكبر من الطول الطبيعي، يعني الى حد 39 قاعده يكون مقبول او انسان طبيعي. ما بعد 39 تبدا شده الاعراض تظهر. أيوة. كل ما طالت القواعد المتكرره فيه من 40 فما فوق، كل ما ظهرت الاعراض بدري. المشكلة الأخرى يعني الشخص المصاب اللي ظهرت معاه بالعمر 35 لو كان متزوج وأنجب طفل راح تظهر معاه بعمر بدري أو مبكرا عفوا، وهكذا. إن لم يتم التدخل مبكرا بالتشخيص وإعطاء الإرشاد الوراثي سوف تتنامى هذه الحالات من سيء إلى أسوأ، ولن نستطيع أن نتدخل علاجيا وقائيا من أجل الحد من هذه المشكلة. يعني الله يسلم الجميع من هذه الأمراض حقيقة. كل يوم نسمع أمراض كذا غريبة عجيبة. بالنسبة لغير مرض الهانتينغتون هذا، إيش الأمراض الأخرى، أمراض الأعصاب الوراثية اللي سجلت في السلطنة؟ والله هي قائمة كثيرة، بس إحنا بسلسلة منهجية راح نبدأ بداء الهانتينغتون هذا لأن إحنا اقتربنا من هذه العائلة. نعم. وعدد كبير فيها من هذه العائلة، كذلك بالتنسيق مع عيادة أمراض الأعصاب بالمستشفى السلطاني باعتبار المركز تابع للمستشفى السلطاني. يتم التنسيق لزيارات متكررة للبروفيسور بداية. نعم. وراح تفتح هذه العيادة نهاية أو آخر كل خميس من كل شهر، لأن حسبنا عدد الحالات ولقينا أن هذا الموعد مناسب جدا. نعم. راح نتوسع من الهانتينغتون إلى أمراض أخرى بناء على الإحصائيات المتوفرة، يعني مرض اللي هو تآكل العضلات ذات المسببات الوراثية أو ما يسمى بميتونيك ديستروفي. ثم راح ننتقل إلى أمراض لها علاقة بهذا الشيء، عدم الاتزان ما يسمى بسباين وسيربرال أتاكسيا، أو عدم الاتزان في مجال التوافق العصبي والعضلي. جميل. طيب بالنسبة لوجود الكفاءات في هذه العيادة واللي تقدر تتعامل مع هكذا حالات، كم يعني، هل هم دكاترة عمانيين أو بالتعاون مع دكاترة؟ تذكرت في البداية أنه مع إيطاليا، فكيف وجود الأطباء في هذه العيادة؟ ما يميز مراكز الأمراض الوراثية التشخيصية والبحثية في كل مكان في العالم هو التعاون الدولي. التعاون الدولي عنصر جدا أساسي في نجاح مركز الأمراض الوراثية، سواء من ناحية التشخيص ومن ناحية العلاج ومن ناحية الأبحاث. نعم. فمن الطبيعي أن يتم التعاون بيننا وبين المراكز الدولية من أجل تقديم الخبرة ومن أجل كذلك تبادل تأكيد فحص العينات. بمعنى راح نقوم بتفعيل الأجهزة الحديثة اللي معنا في فحص عينات معينة، نفس العينات راح نرسلها إلى مراكز دولية أخرى لنتأكد من صحة هذه النتائج مما يرفع مستوى الجودة. الطاقم القائم على العيادة هذه مكون من 3 أطراف، طرف المركز الوطني للصحة الوراثية، وطرف المستشفى السلطاني، وطرف التعاون الخارجي. نعم. ففي المستشفى السلطاني في دكاترة عمانيين معظمهم، طبعا في المركز الوطني للصحة الوراثية دكاترة عمانيين أو أطباء عمانيين متخصصين في عملية الإرشاد الوراثي وفي عملية الأمراض الوراثية. والتعاون الخارجي مجرد بداية أو تدشين لهذا الشيء من أجل الحصول على ما يسمى بالجودة العالمية في هذا المجال. احنا نفس السياسة راح نتبعها كذلك في التعاون مع هذه المراكز بإرسال كوادرنا للتعرف على التجربة هناك. نعم. كذلك هم راح يرسلوا كوادرهم للتعرف على تجربتنا هناك، وهذا شيء طبيعي، أو هنا هذا شيء طبيعي بالنسبة للمراكز المتخصصة للصحة الوراثية.
نأمل إن شاء الله في المستقبل القريب أن نتوسع، بدل ما يكون مثلا يوم واحدة في نهاية كل شهر راح يكون أكثر بإذن الله، عشان نضم الأمراض الأعصاب الوراثية الأخرى اللي حدثت عنها قبل شوي. نعم، طيب الحين العينات اللي معاكم من وين أخذتوها؟ هل يعني من المستشفيات أو من المستشفى، أم يعني كيف الحين مثلا واحد عنده مرض أو هو ما عارف أصلا أنه هو عنده مرض، فهل يأتي عندكم في العيادة على أساس يتم يعني تسووا له الفحوصات اللازمة، أو لا لازم يحول من مستشفى مثلا لكم أنتوا؟ نعم، طبيعي عملية التحويل للمركز الوطني للصحة الوراثية تتبع نفس نظام التحويل للمستشفى السلطاني عن طريق مراجعة المستشفيات الفرعية والمراكز الصحية الأخرى. نعم. ويتم التنسيق معنا. احنا نعمل جاهدين في المركز من أجل تسهيل عملية التحويل هذه، أن يتم التخاطب أحيانا مباشرة معنا، ونحاول نسهل عملية المواعيد لإدراكنا التام بأن مشكلة أو معضلة الأمراض الوراثية في الأسرة أختي عايدة يعني تؤثر كثير على 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 الأب وعلى الأم وعلى الأبناء أو الإخوة والأخوات. لذلك احنا نسعى جاهدين حتى لأن نوصلهم في بيوتهم أو في أماكنهم. أخذ العينات يتم أخذها في المركز في غالب الأحيان، ولكن أحيانا يكون تكون الحالة مثلا في مكان بعيد من مسقط، فيتم التنسيق مع المستشفيات الأخرى، لأن احنا عندنا في كل مستشفى هناك فريق متخصص في الأمراض الوراثية أو معنى آخر درب خلال السنوات الماضية، فناخذ العينات وممكن نرسلها للمركز مثل ما نسوي مع الامراض الاخرى، يعني ليس فقط امراض الاعصاب الوراثيه. فنوع من التسهيل لاستقلاب العينات. بعد استقلاب العينات طبعا بعد ظهور النتائج يعطى الارشاد الوراثي، ولكن في 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 ممارسه جديده معنا حاليا، ما يسمى بالبري تيست كونسلنج او الارشاد الوراثي ما قبل الفحص. نعم. احنا في مرض الهانتنجتون مثل ما خبرتك معظم الاعراض تظهر بالعمر 35. نعم. فيجيني شاب من اسره مصابه وعمره 20 سنه ويقول اريد افحص. طبعا لو اجري الفحص وعرف انه راح يصاب فيه بهذا المرض، نفسيا شلون راح تكون انعكاساته عليه؟ صحيح. ينتظر ظهور الاعراض بكل يعني حزن وبكل كآبه، وحتى احيانا يتهيأ له اصلا يعني بالضبط. حتى يمكن ما يكون مصاب بالاعراض ولكن يتهيأ له خلاص لانه هو ينتظر. نعم. عمليه الانتظار والوسواس هذا راح تشكل او راح تحبطه في بقيه سنوات عمره اللي ممكن يعيشها. طبعا احنا ما ادري في المستقبل القريب عمليه العلاج الجيني شغاله في العالم كله بشكل يعني يدعو للتفاؤل. صحيح. فمش معقول 20 سنه ينتظر هذا الشيء. هنا ياتي دور ما يسمى بالارشاد الوراثي ما قبل الفحص. جميل. نتناقش معه يعني لو عرفت النتيجه ايش بيكون؟ طيب ايش اهميه هذا الشيء على حياتك؟ وهكذا. وطبعا في النهايه الخيار له. بس احنا نسعى جاهدين ان نخليه مهيئ نفسيا للموضوع اللي راح يصير ان شاء الله. جميل جدا، دور جدا جميل خاصة في مسألة هذه التوعية، وأصلا اليوم هذه العيادة بحاجة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حتى يعرفون أكثر عن هذه الأمراض. يمكن أحيانا أعراض هذه الأمراض تتشابه مع أعراض أمراض أخرى قد لا تكون وراثية، ولكن أنتم من لديكم الخبر اليقين وكلمة الفصل في مسألة إن كانت وراثية أم غير وراثية دكتور. نعم، هو مصطلح الوراثة أحيانا يساء فهمه. دائما الوراثة تنطبق على أب وأم وأطفال. نعم. هي غير كذلك، أو معنى آخر تشمل هذا والجانب الآخر. عملية التكون الخلقي للجنين نفسه أحيانا تكون يحدث فيها خطأ ما بقدرة إلهية، أن يحصل في تركيبة الكروموسومات مثلا العددية التشريحية، تحدث طفرة فجائية في الجينات حتى أثناء تكوين أو تخلق الجنين. فالأب والأم هنا ليس لهم علاقة مباشرة، وبالتالي عملية الوراثة هي في التكوين الجيني للجنين نفسه. نعم. فعندما تظهر أعراض معينة هناك في متلازمات ممكن تشخص بناء على هذه الأعراض. التشابه بين أعراض داء الهانتنجتون أو أي أمراض أعصاب أخرى. نعم. جدا وارد، وبالتالي لذلك وضع ما يسمى بالفحص الجيني. الفحص الجيني راح يبين بدقة ما هو. كذلك التطور الإكلينيكي للأعراض، احنا ندري ان معظم الحالات يعني فوق 73 او فوق 83 منها يظهر في عمر 35 فما فوق، بالتالي مستحيل ربط الأعراض هذه بين اذا ظهرت في عمر اخر. نعم. بالرغم ان 7% من الحالات مثل ما قلت تظهر قبل 21. الداء الهانتنجتون له ثلاث ما يسمى بالكلاسيكال سيمتومز او الاعراض الكلاسيكيه. اولا اللي هي التاثر في الحركه اللا اراديه. نعم. ثاني شيء التاثر في القدره الذهنيه والعقليه، والامر الاخير اللي هو الامر النفسي او السايكاتري. هذه الترايد هذه الثلاثه هي اللي تعطينا التشخيص المباشر. من الصعب ان تدخل فيها اعراض امراض اخرى. اها،
يلا نتمنى طبعا السلامة للجميع من هذه الأمراض، وأيضا من أصيب بهذا المرض نتمنى له الشفاء منها بمشيئة الله. دكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة المجتمعية والوراثة الجزيئية بالمركز الوطني للصحة الوراثية، شكرا جزيلا لك. حديث جدا ممتع واستفادة جدا كبيرة من خلال حديثك دكتور عن عيادة أمراض الأعصاب الوراثية وعن أمراض الأعصاب الوراثية بشكل عام. شكرا جزيلا، ونورتنا في من عمان. شكرا. أشكر.